سخرية المأساة. ولنعود إلى الوراء في الزمن، كان الناس أي الناس القرود قد خرجوا ببطء من اللاوعي، وكان ثمة دخان يغزو دماغهم، وبداة من الوعي تتوهج كأنها شعلة شمعة. وكان الناس أي عمر عقلي كان لهم، سنتين، 3 سنوات، قد بدأوا يفهمون وأصبحوا على وعي بأنهم واعون، وأدركوا أنهم يدركون. إنها سخرية المأساة في الواقع، فليس عسيراً أن نضع أنفسنا مكانهم ما دمنا لا نزال إلى حد بعيد في مكانهم. كان عمرهم العقلي 2 أو 3 سنوات بالرغم من قواهم الجسدية، وكان لهم بوصفهم أقارب رؤساء قبائل أولو قوة كلية، شأنهم شأن مجتمعات الفخمات، وكانوا قد خرجوا من ليل اللاوعي الحيواني. ولكن هذا الليل كان بالنسبة لهم ليلاً عذباً وباعثاً على الطمأنينة كالليل اللاشعوري للجنين، وكانوا قد طرحوا كالطفل عند الولادة خارج اللاوعي وخارج راحته. وكان يبدو قليل من الوعي كجزيرة صغيرة غير معينة في أقيانوس من الأخطار. ألم تكونوا أنتم عرضة للحصر الشديد أمام حرارة الشمس، حرارة مرعبة أو مستحبة، والقمر الأخضر المزرق، والعواصف والأرض التي تنتج الثمار كالمرأة، والمياه العميقة والغامضة، والقادرة على أن تخصب الأرض وتهب الوفرة، ولكنها القادرة أيضاً على ابتلاع كل شيء كما اللاشعور يبتلع الأنا؟ وعندئذ نظروا وهم مصابون بالحصر ومبهورون إلى حيث كانوا يستطيعون أن يروا، ففي الأعلى كانت اللانهاية، حيث لم يكن ممكناً أن يستوي على العرش غير شخصية لا متناهية. وبحثوا في هذا الاتجاه عن الهادي وعن رئيس القبيلة العظيم الذي كان يسوس الشمس والمطر والرعد والموت والحياة والليل، والذي كان لابد من نيل الحظوة لديه. ذلك ما فعلوا، وهذا هو ما لا نزال نفعل. وكانت الأنماط الأولية من قبل تولد عبر الانفعالات التي يسببها ما يأتي من الأعلى، رئيس السماء والقصاص والصاعقة والشمس والحياة والقمر والموت والمطر والرعد وما يأتي من الأسفل، أعماق المياه السوداء والخطر وأحشاء الأرض والأماكن المظلمة حيث يذهب أولئك الذين يعذبون. فكيف كان باستطاعة الناس ألا يحسوا بأنهم آثمون لكونهم موجودين أمام هذا العرض الهائل من القوى الطبيعية؟ الناس المحطمون. ولكن ثمة ما هو أكثر، لقد كان الناس من قبل في حالة لا شعور كلياً، كانوا كالحيوانات والطبيعة، ثم إنهم فجأة ليسوا كالطبيعة والحيوانات والنباتات، وكانوا قد أصبحوا مختلفين، منفصلين عن هذه الطبيعة بفعل بدءة من الوعي لديهم، وكانوا قد أصبحوا مقسمين. والحق أن ذلك كان لابد من أن يكون مأساة مخيفة بالنسبة إلى حياتهم النفسية، وصدمة كبيرة كالصدمة التي يحس بها الطفل الذي يخرج من بطن أمه ويحتفظ طيلة حياته بالحنين اللاشعوري للعودة إليه. وكان ذلك ضرباً من الكابوس بالنسبة لهؤلاء الناس الذين لم تكن أناهم غير رسم أولي، والذين كانت أناهم تطفو وكأنها برميل مثقوب على مياه بحر شديد الخطر. ولكنهم كان لابد لهم من البدء بالتوجه والاختيار والتقرير والقيادة والطاعة، وهم يعلمون بصورة مبهمة أنهم كانوا يفعلون ذلك. وهؤلاء الناس إياهم لم يعد الواحد منهم كلية لا شعورية، فكانوا قد انقسموا إلى شطرين، قليل من العقل الواعي من جهة ولا شعور هائل من جهة أخرى. وكان لابد لهذا التاريخ أن يستمر حتى أيامنا هذه، وربما استمر إلى ما بعد أيامنا بزمن طويل. الإنسان الآثم. إنه لأمر واقع أن ثمة إثمية خفية مبهمة معذبة تستوطن الإنسان منذ البدء، شأنها في ذلك شأن الحصر. ويمكن النظر إلى أن ثمة نمطاً أولياً للإثمية، والمقصود عاطفة ثقيلة ومبهمة، عاطفة الإثم بسبب شيء من الأشياء، وحسب المرء أن يدرس الديانات في كل العصور ليفهم ذلك. ولكنه آثم لأي سبب؟ ألأنه يفكر؟ أبسبب كونه واعياً بعد الوعي؟ ربما يتيه الإنسان في البحث عن أسباب هذه الإثمية الإنسانية والمعممة. من يقول إنه آثم يقول إنه خالف القانون، ولكن أي قانون؟ ومن سن القانون؟
وفي كثير من القصص الخرافية نرى إنساناً يرتكب خطيئة صغيرة، إنها بسيطة جداً في الحقيقة، يرتكب خطأً صغيراً أو يأكل ثمرة مبتذلة، ومنذ إذن تنصب عليه لعنة مرعبة. فلنفكر بآدم، إنه ابتلع تفاحة وعصى كما يعصي الطفل أمام أبيه، ولكن علينا ألا ننسى أن آدم كان طفلاً بالنظر إلى العمر العقلي المنخفض الذي كان لابد أنه متصف به. لقد ارتكب آدم خطأً طفيفاً وخالف قانون إله قوي كل القوة، جبار كرئيس قبيلة يتصف الإله بأنه إسقاطه، ومنذ إذن ها هو جزء برمته من الإنسانية يغوص في رعب الخطيئة وجهنم خلال قرون طويلة وفي اللعنات الأكثر سواداً. فعلى النساء أن يلدن في الألم، وتبتعد الجنة وتزخر الإنسانية بذوي الوساوس والمذعورين من جهنم والمصابين بالحصر والعصاب وبأصحاب الخطايا. وثمة في أيامنا هذه شعوب برمتها لا تأكل أي لحم في يوم معين من الأسبوع، لا بفعل نظام رضته لنفسها بحرية، بل بفعل حصر عقوبة تأتي من الأعلى. وكما يرى المرء لا يزال ثمة مئات الملايين من أمثال آدم، والحال أننا نجد في كثير من الأساطير أوادم جمع آدم يأكلون ثمرة. فلماذا؟ ولماذا مثل هذا الصدى عبر العصور؟ ربما كان إله الناس الأوائل ضرباً من إسقاط رئيس القبيلة القوي والحائز على جميع سلطات الحياة والموت وذي القوانين المطلقة. ولكن ثمة ما هو أكثر، لنفكر بقانون من قوانين لا شعور. العدوانية تولد الإثمية آلياً، وبالأولى إذا كانت العدوانية مكبوتة كسمك في الأعماق اللاشعورية، وماذا يعني أن يكون الإنسان عدوانياً؟ ذلك يعني الرغبة في الاستبعاد شخص من الأشخاص والحلول محله والقضاء على حججه إلى آخره. ولكن ما المدلول بالنسبة إلى اللاشعور؟ لا يعرف اللاشعور أي أخلاق، وهو لا يمضي في ذلك بسبل متعددة، بل يمضي بصورة مستقيمة نحو الهدف تغذيه الغرائز. أن يكون الإنسان عدوانياً بالنسبة إلى اللاشعور يعني أن يستبعد الآخر، إذن أن يقتله. والحال أن الناس القرود كان لابد لهم من أن يكابدوا عدوانيات دامية ضد رؤساء قبائلهم، ولابد للرغبة في الجريمة من أن تكون قد استقرت لديهم ليل نهار. ذلك كان قانون الغابة البشري والسيادة اللاشعور مع بعض الشعور الذي يكفي على وجه الضبط من أجل الفهم. وأمام هذه العدوانيات الدائمة كان لابد للإثمية من الصعود وكأنها ماء شديد الخطر. وليس آدم سوى الممثل لعدد لا يحصى من الناس الذين كانوا يثورون داخلياً ضد رؤساء القبائل. وكان آدم يريد أن يكون قوياً وقادراً كرؤساء القبائل الذين تم إسقاطهم إلى الأعلى الإله، فأكل ثمرة شجرة المعرفة. وهو إذ فعل ذلك أكل الأب رمزياً لكي يصبح مثله قوياً لا يقهر، إنه آكل لحم البشر وقاتل أبيه، مع ما ينجم عن ذلك من إثمية كبيرة. ونحن من جهة أخرى نجد هذا الطقس، طقس أكل اللحوم البشر، في سر القربان المقدس الذي يعني أكل القربان. وأكل القربان يعني أن يكون الإله في ذات المتناول، أي أن يصبح قوياً كالإله. والحال أن هذه العدوانية تكررت خلال ملايين السنين في الملايين من القبائل وبين البلايين من الناس. ويتضح من ذلك إذن أن الزمن كان كافياً لكي يستقر النمط الأولي للإثمية بكل حرية. يضاف إلى هذا أن الناس كانوا يسقطون رؤساءهم المعروفين بالقوة الهائلة، فكهوف السماء بالنسبة لهم كانت تؤوي رئيس قبيلة مطلق، غضوب لأتفه الأمور، يتيح للشمس أن تهب الوفرة ولكنه يجعلها تحرق الأرض إذا لم يكن الناس في الأسفل أطفالاً عاقلين. ألم تكونوا أنتم ستتوسلون لكي تغفر خطاياكم الشائنة؟ ألم تكونوا ستبذلون قصارى جهدكم لكي تنصب عليكم نعم رئيس القبيلة أو بالحري لكي تتجنبوا سخط رئيس القبيلة؟ هل ذلك كله بعيد الاحتمال؟ ينبغي الاعتقاد بأنه غير بعيد الاحتمال ما دامت الإثمية العميقة موجودة أبداً. أولاً، لم يتغير إلا شعور الإنساني، أي تغير منذ بداية الأزمنة. يضاف إلى ذلك أن العمر العقلي الوسطي للناس في أيامنا هذه يقع حوالي 12 عاماً، واللاشعور الجمعي يفكر من خلال آلاف السنين، يقول يونغ. وذلك أمر منطقي ما دامت المشكلات الإنسانية ظلت متشابهة منذ الأزل.
وكما لو أن الإثم العادي لم تكن كافية، يتدبر الناس أمرهم لكي يكدسوا منذ أيام الطفولة راقات من الإثم الجديدة المتصفة بأنها مرضية أكثر فأكثر، إنها تهيئة رائعة للحياة كما ترون. 1 على 2 + 1 على 2 تساوي لا نهاية. ها هو ذا نمط أولي مجيد للطبيعة الإنسانية، إنه نمط أولي من الأنماط الأكثر اتصافاً بأنه يولد الحنين ويؤثر في الحياة اليومية باستمرار ويثير جزءاً كبيراً من مشكل الحب. وأول شيء علينا فعله أن نفتح آذاننا بصورة عادية. أنت وأنا لا نؤلف غير واحد، لولاك لما كنت غير نصف إنسان. لست أنا ذاتي إلا بفضلك، لست كاملاً إلا بك، إنك نصفي. سنكون جسماً واحداً وفكراً واحداً. حبنا أبدي، حبنا أقوى من الموت. تذوب في وأذوب فيك. أنت الوحيدة أو الوحيد في العالم الذي كانت مرصودة لي أو الذي كان مرصوداً لي. عبر العالم برمته كان لابد من أن أجدك. وقبل أن نذهب بعيداً لنقرأ الكتابات المقدسة المسيحية حتى لا نستشهد إلا بها، ألم تقرأ أن من خلق كل شيء خلق الإنسان ذكراً وأنثى؟ هذا النمط الأولي شأنه شأن الأنماط الأخرى، ليس رأياً من آراء الفكر، فواقعيته تتوطن في جميع الرجال وجميع النساء، إنها تدفعهم على الغالب نحو ألوان من الحب، أو من الحب من أول نظرة، ألوان يائسة متلهفة عاشقة تتهاوى في 9 حالات من 10، وسنرى سبب ذلك. فلنستشهد بأفلاطون ويونغ. كان ثمة في رأي أفلاطون موجودات كاملة، وكانت تشتمل على عنصرين، المذكر والمؤنث. وأوضح يونغ من جانبه أن شخصية كل رجل تحتوي على جزء مؤنث، وأن كل امرأة تحتاز على جزء من الشخصية المذكرة، وسأعود إلى الحديث عن ذلك فيما بعد. هذه الموجودات الكاملة الخنثى، ذكر وأنثى في الوقت نفسه، كانت ذات قوة هائلة، وكانت تهاجم حتى الآلهة. وماذا بعد؟ لنصغي إلى أفلاطون أيضاً. الحب يدفع الموجودات بعضها نحو بعض، فهو فطري في الطبيعة الإنسانية، إنه يبحث عن تجديد الطبيعة، ويحاول جمع موجودين متميزين ليكون منهما واحداً، ويشفي الطبيعة الإنسانية على هذا النحو. ولكن من أي شيء يشفيها؟ إننا إنما ننفذ هنا إلى الحياة اليومية. حلم الحب الكبير الأبدي. حلم الحب، حلمه الكبير، هو البحث عن الحبيب أو الحبيبة، أي شقيق الروح، بحثاً يائساً. إنه الوقوع على الوحيد الفريد، وبهذا الحب ينصهر كائنان ويصبحان واحداً، وفي هذه اللحظة إنما يشعران بأن اتحادهما أقوى من الموت، إنهما يشعران بأنهما أصبحا كالآلهة، أي أبديين. يقال حقاً إن الموجود يعتقد أنه بهذا الحب يجد مجدداً وحدة قديمة ضائعة، ونكتشف على هذا النحو مدلول بعض العشاق كتريستان وإيزولد وكروميو وجولييت وكالدون جوان الذي يبحث عن المرأة بصورة يائسة. هذه الشخصيات تعتقد أنها تحب الآخر، في حين أن كل منها يبحث عن نفسه من خلال الآخر، وتحاول أن تصبح كاملة مجدداً، رجلاً وامرأة في الوقت نفسه. إنهما كذلك العاشقان اللذان يكونان واحداً ويمضيان متحدين في الموت، أي موجوداً يعود وقد حقق كليته المذكر والمؤنثة إلى اللاشعور، إلى الأبدية والطبيعة والأم الكبرى. إنها أيضاً هذه الدروب من الحب المستحيل والمحرم، كالحب بين الإخوة والأخوات، اليائس والمأساوي على الغالب، الذي يبحث في الواحد من خلال الآخر عن نصفه. الموجود الكامل. هنا إذن إنما يؤثر النمط الأولي، يقال على الغالب إن ظهور الوعي لدى الإنسان جحيمه، لقد تحطم إلى جزئين، شعور من جهة ولا شعور من جهة ثانية، وهو يحتفظ على نحو عميق بضرب من الحنين، حنينه إلى كليته المفقودة، ولا يبحث إلا عن شيء واحد، أن يصبح كاملاً في ذاته مجدداً. ويبدو الألم لدى الموجود الإنساني في الوقت الذي يظهر لديه الإحساس بأنه محطم ومهشم ومنفصل، وعندئذ يحاول أن يجد في الخارج ما ينقصه في الداخل. وعندما يحدث لديه الانطباع السريع بأنه وجد الوحيد والفريدة، فذلك على الغالب لأن ثمة امرأة تجسد الجزء المؤنث منه قد بهرته، ويحدث الشيء نفسه لدى النساء اللواتي يلاقين ذكورتهن الخاصة. ومن هنا منشأ الانخداع الدائم أمام هذا البحث عن الحب المطلق.
كمال الحب، الإنسان الذي تحطم إلى اثنين يتألم ويموت، والخنثى المذكر والمؤنث معا أي الكامل يحيا حياة أبدية. ذلك هو النمط الأولي الذي تنشأ منه قصص خرافية وكثير من أصناف الحب، وكل ذلك يتجسد في قصيدة بودلير المحزنة: يا بنيتي يا أختي فكري بعذوبة، الذهاب إلى هناك نعيش معا، نحب على مهل، نحب ونموت في البلد الذي يشبهك. لنشرح هذا المقطع، يا أختي الجزء المؤنث من ذاتي الذي أبحث عنه بحنين، فكري بالعذوبة التي تملأ كياني إذا استطعت تحقيقك في ذاتي، وإذا أصبحت على هذا النحو كاملا بمقدوري عندئذ أن أموت وأنا أحس بأنني خالد ومتألق كالإله، فأعود إلى البلاد التي تشبه المرأة، إلى اللاشعور السعيد، إلى الأم الكبرى التي تغلف إلى الأبد. ولنصغي إلى الكتابات المقدسة، حيث يصير البعث لا يتخذ المرء زوجة ولا زوجا، ولكنه في حال كالملائكة في السماء. فهل في هذا تمجيد للعفة؟ كلا، فالنمط الأولي يعني أولئك الذين يتصفون في ذواتهم بأنهم كاملون، أي رجل وامرأة معا، ليسوا بحاجة إلى أن يتزوجوا وإلى أن يجدوا الجزء المفقود من ذواتهم وهم خالدون. هذا النمط الأولي قوي إذن، إنه يؤثر في غالبية دروب الحب المراهق الغرامي الذي لا بديل له المطلق، وتأثيره متمثل في عدم الرضا الدائم الناشئ من أن المرء لم يجد إلا امرأة أو الرجل التي تناسب بصورة تامة. ويؤثر أيضا في بعض ألوان الحب الأفلاطوني الذي يصونه المرء وكأنه سر خفي، شريطة أن لا يكون هذا الحب الأفلاطوني ثمرة العقد. ويؤثر في الاستهامات، يحلم المرء بامرأة رائعة مثالية وفريدة، بصبية رائعة تسكن القصر تائها في الضباب، أي كما هو الأمر في مون الكبير، بالأخت التي ما أنجبها الوالدان والتي كان سيحبها أكثر من كل شيء، وبالمرأة التي تبدو فجأة وتجعله يقول إنها هي التي كنت أبحث عنها منذ زمن بعيد إلى آخره. ويتجلى النمط الأولي في بعض الأحلام الليلية، رأيت في منامي أنني كنت أحب صبية، أو أنه كان لي أخت أعشقتها، وكان هذا الحب من الطهارة والروعة، بحيث أن هذا الحلم سحرني خلال 8 أيام. كان ذلك كما لو أن أي شيء لا يقدر على بلوغي أبدا، أي كما لو أني كنت قد أصبحت شبيها بالإله معصوما وخالدا. ويتجلى النمط الأولي في أحلام أخرى تتمثل فيها الذكور والأنوثة بالرمز، حلمت بماء واسع وهادئ، حلمت بحقل مترامي الأطراف تغطيه الأزهار المتفتحة، حلمت بغابة واسعة ذات أشجار مستقيمة. هذا الصنف من الأحلام قوي على الغالب، يثير الهيام ويترك آثارا عميقة خلال زمن معين. ويؤثر النمط الأولي في عبارات الحب، عبارات قديمة قدم الإنسانية، سألتهمك حتى أحصل عليك في ذاتي، سآكلك من القبل، سأبتلعك لتكوني أو لتكون جزءا من ذاتي، سألتهمك حتى أبين لك كم أحبك. أمن أكل لحم البشر إلى مرق الحب؟ نعم، ولكن بالمعنى التالي، أكل الآخر يعني دمجه في الذات، فما هو الأمر في تناول القربان المقدس في الديانة المسيحية؟ انظر فقرة الإنسان الآثم، والكل يفسره ما يلي: إذا حصلت عليك في ذاتي أصبحت كاملاً رجلاً وامرأة معاً، وسأكون على هذا النحو سعيداً سعادة أبدية. إنها إذن كلمات مبتذلة برزت في ظلام العصور، ورددتها مجموعات العشاق انطلاقاً من نمط أولي لا شعوري بعمق. ومن المؤكد أن غالبية ألوان الحب المطلق تتحطم في الحياة اليومية، وبكل بساطة وأكرر ذلك لأن الإنسان لن يجد في الخارج أبداً ما ينبغي أن يجده في ذاته، كليته وكماله، وها نحن نجد أنفسنا في التحليل النفسي. الجزء المؤنث من شخصية الذكر والجزء المذكر من شخصية الأنثى، اكتشف يونغ من الوجهة السريرية هذه المنطقة الواسعة من اللاشعور الإنساني، وسأحاول حصراً أن أبرز بنيته، وهو أمر ليس بالهين، فالضباب يلف هذه المنطقة غالباً. فلنتذكر أول الأمر بعد المفاهيم الأولية، ولكنها الأساسية هنا، تتصف الذكور بأنها فاعلة، نافذة، ثاقبة، مخصبة، عدوانية، عقلانية، مفكرة وصلبة. تتصف الأنوثة بأنها مرنة، نفوذ، خصيب، لا عقلانية، حدسية، عاطفية، حنون، وديعة، حفية. القانون الأول،
تنطوي كل شخصية إنسانية على صفات مذكرة وعلى صفات مؤنثة، ومن اليسير فهم ذلك، فالرجل المتوازن يتصف معاً بأنه فاعل ومرن، عقلاني وحدسي، صلب وحنون، عدواني وحفي إلى آخره. كذلك فإن المرأة المتوازنة حنون وفاعلة، حدسية وعقلانية معاً إلى آخره. القانون الثاني: عندما ينصب الحديث على الرجل فلا ينبغي الخلط بين الصفات المؤنثة التي تتصف بأنها سوية وبين التخنث الذي يتسم بأنه غير سوي، ويعني أن الرجل أصبح مؤنثاً على حساب ذكورته، والأمر ذاته فيما يتعلق بالمرأة. لا تخلط بين الصفات المذكرة كالعقل على سبيل المثال والذكورة كالمرأة المسترجلة من الوجهة النفسية. القانون الثالث: لا شعور الرجل يحتوي على شخصية أنثوية، لا شعور المرأة يحتوي على شخصية مذكرة. إذن الرجل ذو صفات مذكرة شعورية وذو صفات أنثوية لا شعورية، أي الشخصية الأنثوية، والمرأة ذات صفات أنثوية شعورية وذات صفات مذكرة لا شعورية، أي الشخصية المذكرة. وماذا عن الحياة اليومية؟ المشكل ذو أهمية كبرى، فهو ينطوي على مضاعفات عديدة، ويمكن أن يقود إلى أوهام ونجاحات، كما يمكن أن يقود إلى كوارث في الحب والزواج واختيار مهنة من المهن إلى آخره. وسأحاول إذن أن أبقى في الخطوط العامة إلى الحد الأقصى، ولكن ثمة انطلاقا من هنا مقدارا من التشابكات الممكنة، وأكرر أن المقصود على وجه الاحتمال مرحلة من أصعب المراحل تجاوزا في التحليل النفسي بالنظر لعدد العناصر التي يمكن أن تنزلق من المسننات تتصف بأنها بسيطة في البداية. وسأقتصر لكي لا يكثر التعقيد على أمثلة ترتكز على الرجل. القانون الرابع: إنه قانون رئيس، كل ما هو غير مندمج في الشخصية يحتمل أن يتم إسقاطه، أو كل ما يطفو في اللاشعور، كل ما يجوس في اللاشعور يحتمل أن يتم إسقاطه. وذلك صحيح بالنسبة إلى نمط أولي تصف بأنه سوي، وعندئذ فإن المرء يرى العالم الخارجي في ضوء كبته وعقده، أو في ضوء رمز يولده النمط الأولي. ها هو ذا على سبيل المثال رجل في لاشعوره ما يلي: بصورة سوية النمط الأولي للإله والأب، بصورة غير سوية ضروب من الكبت الخاصة بوالده الذي جرده من رجولته وسحقه. يعاني هذا الرجل مشاعر الخوف والخضوع والعدوانية المرضية إزاء أبيه، ولكنه يعانيها إزاء الأب بصورة عامة، وبالتالي إزاء كل سلطان بما فيه سلطان الإله. ألف: النمط الأولي للإله يتلون تبعا لضروب الكبت المرتبطة بوالد هذا الرجل. باء: النمط الأولي المشوه يتم إسقاطه. على ماذا؟ على ديانة هذا الرجل من بين الأشياء التي يتم إسقاطه عليها، ونور النمط الأولي سيبهث، وبدلا من أن تكون الديانة إسقاط انفعال واثق فإنها تسود بفعل الخوف والحذر والخشية. ويتمثل الإله رمزيا بالنسبة إلى هذا الرجل في سمات موجود شديد العقاب، خبيث شديد الخطر، موجود لابد من تأمين نعمه بالخضوع خضوعا مطلقا، وبتقديم القرابين واحترام الأنظمة التي تسبب له الحصر. من هنا منشأ التردد والوساوس والهوس والخوف من الجحيم والرهاب الخطيئة، ومواقف الصبي الصغير إزاء إله مرعب. وعلى أي حال يتم إسقاط النمط الأولي للإله الذي ينبغي أن يولد السلام والثقة الكليين إسقاطا محفوفا بالخوف. يضاف إلى ذلك أن هذا الرجل يقول: لا أحب الشمس، أشعر بأنها تحرقني وتجففني، وذلك كما لو أن كشافا من النور يلفت انتباه الجميع إلي، وكما لو أن عينا غير رحيمة تنظر إلى شخص نحيل قبل أن تسحقه. والحال أن الشمس رمز الإله والأب، فلا بد من أن تكون إذن مصدر الفرحة والثقة. ويتضح هنا أن النمط الأولي للإله الذي تم إسقاطه على الشمس قد تحول في أثناء الطريق. مثال آخر سنراه فيما بعد: يمكن للجزء الأنثوي من الرجل أن يتم إسقاطه ما بقي لا شعوريا، وعندئذ يتعرض الرجل إلى أن يحب امرأة حتى الجنون، في حين أن هذه المرأة ليست سوى إسقاط الشخصية الأنثوية لهذا الرجل، وتتم اللعبة ذاتها فيما يتعلق بالشخصية المذكرة لامرأة. القانون الخامس: إذا توقف كبت أو إذا أصبح شعوريا عنصر من العناصر اللاشعورية توقف الإسقاط كذلك. وهذا يمكن إذن أن يكون أمرا ذا أهمية كبرى عندما يتجلى حب
أو مهنة أو رغبات نتمسك بها فوق كل شيء، تجلياً مفاجئاً على أنها أشباح لا قوام لها. وعلى هذا النحو فإن ملايين السياح ما كانوا أبداً سيتتابعون إلى فيرون لو أن روميو كان لديه الوقت لكي يتحقق من أن جولييت كانت ضرباً من الإسقاط. وهؤلاء السياح يقومون كذلك بصنع إسقاطات من جهة أخرى، وذلك للسبب البسيط المتمثل في أن روميو لم يكن ليعبد جولييت قط. ومن المؤكد أن هذا الأمر قد يثير مواقف متعددة، وأن المسألة كبيرة الأهمية. الحب من أول نظرة. يتصف الحب من أول نظرة بأنه التمثيل الكلاسيكي للالتقاء مع الشخصية الأنثوية من الرجل، فالرجل يتجمد مذهولاً ويقول لنفسه بانفعال عميق: إنها هي، إنها الوحيدة التي كنت أنتظرها منذ البدء، ومعها هي وحدها أستطيع تحقيق ذاتي. والرجل يتجمد مبهوراً أمام ذاته، أو على الأقل أمام الجزء المؤنث اللاشعوري من ذاته. وهذا أمر منطقي، إذ أنه يحاول أن يجد في الخارج ما لم يحققه في الداخل. ويتضح الخطر إذن، فكثير من دروب الحب من أول نظرة ليست غير دروب حب الشخصية الأنثوية من الرجل أو حب الشخصية المذكرة من المرأة، وهي تتصف في بعض الأحيان بأنها دروب حب قذر. ذلك أن الإسقاط قد يؤثر بحيث يجد رجل رفيقته رفيقة مثالية بصورة تامة، أو تجد امرأة في رفيقها رفيقا مثاليا بصورة تامة، ولكن الحب الكبير يتهاوى إذ انقطع الإسقاط. وهذا هو السبب الذي من أجله كان الحب الهوى يتصف دائما بأنه شديد الخطر إلى حد كبير. بعض الزيجات ذات الأركان الثلاثة. هذا الوضع في غالب الأحيان تطبيق لا شعوري لإسقاط الجزء المؤنث من شخصية الرجل الزوج، فالسيرورة هي ذاتها رجل متزوج محب لزوجته، يجد فجأة أخت الروح أي هو ذاته، فيشعر أنه في منتهى السعادة بين زوجته التي يحبها وعشيقته أي الجزء المؤنث من ذاته. ومن المؤكد أن الزوجة تدين الزوج، والعشيقة لا تفهم شيئا من ذلك ولا الزوج أيضا، ويدوم هذا الوضع ما دام الإسقاط. ويمكن لهذه الحالة بالتأكيد أن تبدو لدى المرأة التي تشعر بالسعادة بين زوج محبوب ورجل آخر هو إسقاط الجزء المذكر من شخصيتها.